هل صلاة الرغائب التي تصلى في شهر رجب صحيحة أم أنها بدعة؟ لا أصل لصلاة الرغائب التي تصلى في شهر رجب، وكل ما يروى في فضل الأعمال في شهر رجب خاصة لا أصل له ولا دليل عليه. شهر رجب كغيره من الشهور إلا أنه شهر حرام من الأشهر الحرم، أما أن يخص بصلاة دون غيره أو بصيام دون غيره أو بأي أعمال خاصة برجب فهذا لا دليل عليه ويكون من البدع.